محمد، هذا المكان اسمه دوار الكولا. دوار الكولا هو منطقة معروفة، مركز من المراكز المهمة للعاصمة بيروت. بطبيعة الحال هو باعتبار أنه في وسط المدينة فهو أيضا منطقة مكتظة، باعتبار أن هنالك أسواق تجارية وأن هنالك مباني عالية، كما نرى المبنى الملاصق لهذا المبنى الذي دمر. هو مبنى مكون من 20 طابق تقريبا. هو منطقة معظم سكانه من السنة، ولكنه ليس بعيد كثيرا عن الضاحية الجنوبية، المسافة تقريبا 10 دقائق بالسيارة، بمعنى أنه من إحدى المناطق القريبة وليست البعيدة كليا عن الضاحية. محمد، هو بالمناسبة هو الاستهداف الأول داخل بيروت خارج الضاحية، ولكن هنالك استهداف قبل أيام كان في منطقة الشوف على سبيل المثال، ولكن داخل بيروت كبيروت كمدينة كعاصمة هو الاستهداف الأول، عفوا أيمن هو الاستهداف الأول في هذه الأيام منذ بداية التصعيد وبداية العدوان الذي يجري هنا قبل أيام في العاصمة بيروت. سلام، يبدو أن الدفاع المدني توقف عن كما ذكرت لنا الصعود بالسيارة، سيارة النقل التي هي معتادة أن تتواجد في طبائع أو أماكن كهذه لمحاولة الوصول لأعلى المباني. كم عدد سيارات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف والصور تتنقل ما بين الحين والآخر من زوايا مختلفة لنقل أكبر قدر ممكن وعرض أكبر قدر ممكن من طبيعة وشكل الاستهداف وما تم فيه. سيارات الإسعاف والدفاع المدني وعدد المتواجدين، نرى أطقم كثيرة وسيارات كثيرة. نعم محمد، تفضل. سلام. نعم محمد، في حال ما انتقلنا في المنطقة أو في الشارع الذي حصل فيه الاستهداف، على أمام الكاميرا نرى سيارة إسعاف أولى، أيضا خلفها تماما يوجد سيارة أخرى، ثالثة، رابعة، خامسة من سيارات الإسعاف، باستثناء السيارات التي غادرت هذه المنطقة قبل قليل، وعند وصولنا هنا يوجد 6 سيارات إسعاف أيمن. أيضا هنالك سيارات للجيش الذي يحاول السيطرة على النظام هنا، خاصة وأن سيارات الإسعاف تخرج أو تدخل بسرعة لنقل المصابين والضحايا جراء هذا الاستهداف. هنالك بطبيعة الحال فضول الناس، ربما نرى الكثير من الناس المتجمهرين أمام العدسة ينتظرون ليعرفوا المزيد عن طبيعة هذا الاستهداف، عن الشخصية، لأنه حتى الآن كل الأسماء التي كنت قد ذكرتها قبل قليل للزميل محمد أيمن هي أسماء بتوقعات الناس، باعتبار أن هذه الشخصيات التي ذكرتها هي شخصيات معروفة، هي شخصيات سياسية لها وجود أو لها مكانة هنا في هذه المنطقة بين الشارع، في الشارع اللبناني وفي هذه المنطقة، وبالتالي كانت الترجيحات باعتبار أن هذه الأسماء هي الأسماء لشخصيات تقيم في هذا المبنى، لذلك تم ذكرها. حتى الآن هي ترجيحات وليست معلومات أكيدة أيمن. نعم، نتابع معك المشهد وكذلك أيضا تداعياته وصوره وما يمكن أن ينتج عنه قريبا أو بعيدا، إذ التطورات تشير إلى سيناريوهات عديدة في مجمل سلسلة الاغتيالات. وبالطبع كان هناك حديث إلى نتنياهو اليوم وتحدث بالطبع عن سلسلة الاغتيالات بأن إسرائيل تسفير فيها بشكل ممنهج، وهذا الشكل الممنهج تسير وفق معلومات استخباراتية، وهذه سلسلة يبدو أنها لن تتوقف وسوف تستمر طوال هذا التصعيد وهذا التضخم في الأحداث. بحسب مراسلنا حتى هذه اللحظة، هذا الاستهداف الذي تم في خارج لأول مرة خارج ضحية بيروت أو الضحية الجنوبية، نحن نتحدث عن جسر الكولا وهو جسر يعد حيوي ومنطقة حيوية في العاصمة بيروت. في سياق آخر، حسب مراسل الغد، سفرات الإنذار تدوي في محيط كريات شمونة بالجليل الأعلى، وصدى ذلك بالطبع سوف نعرفه وما يمكن أن يبدر عنه أو ينتج عنه، خاصة أن كان هناك أكثر من تصريحات وأكثر من فعل طوال هذا اليوم لردود أفعال
تتم خاصة بعد الاغتيال الذي تم للأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله، وما تلاه من عمليات اغتيال وما سبقه كذلك من عمليات اغتيال، وكذلك الضربات المتتالية على الضحية الجنوبية لبيروت. في اليوم نتحدث، في هذا اليوم فقط نتحدث عما يقرب من 320 تقريبا طلعة لاستهدافات دائما تزعم إسرائيل أنها تستهدف أفرادا وأهدافا، إما لأشخاص من المقاومة الإسلامية في كل بقاع لبنان عموما، أو تستهدف بالطبع كما تزعم آليات وأسلحة مخزنة إلى حزب الله. نعود إلى المشهد الذي نراه، قوات الدفاع المدني متواجدة في جسر الكولا، المنطقة التي تم استهدافها. بالطبع هذه الأماكن سوف تكشف من كان بداخلها في هذا الطابق.